حول الموضوع ينضم لنا من بغداد عبر الهاتف مباشرة دكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري. دكتور أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا. في البداية بحسب المعلومات العسكرية التي وصلتك من الأرض ومن تطورات معركة الموصل، التقرير ربما تحدث عن تحرير حي سنجار وأن التماس الآن هو في حي الفاروق، ما آخر تفاصيل ذلك وهل من معلومات إضافية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة لم يتبقى سوى حزاما ناريا ضامنا بشكل او باخر لعدم وصول القطعات الى جامع النوري. هذا الحزام النوري هو الحزام اسف الناري هو حزام متحرك، تحركت مجاميع من التنظيم باتجاه حي الشفاء لكسر قدره التنظيم في مساله السيطره على خط التماس مع النهر رغبه في ايجاد ثغره في حي الشفاء، ولكن هذه المجموعة التي تحركت لم تكن لديها قدرة المواجهة والاشتباك والوصول إلى تحقيق التماس مع ضفة النهر، وحوصرت في رقعة جغرافية واحدة وتم احتوائها وإن حصلت على موطئ قدم. أما ما يتعلق في الساعات القادمة بإذن الله ففي تقديرنا سيصار إلى التحرك بشكل اكثر سرعه وانسيابيه باتجاه المدينه القديمه ومحاصره جامع النوري بشكل كامل، وفي تقديرنا المعركه في جامع النوري ستكون معركه معقده لان هناك طوقا ناريا فرضه التنظيم وهم عباره عن مجموعه من المقاتلين والانتحاريين في ان واحد للحيلوله دون وصول القطعات الى جامع النوري. طيب الان المعركه هي فقط اصبحت تتمحور عن على الجامع النوري فقط ام هناك بعض الاحياء او النقاط الاخرى القريبه منه ايضا؟ هناك اشتباك بالحقيقه مع مجاميع، يعني لا توجد خطوط صد ثابته سوى الخطوط اللي موجوده بالمدينه القديمه والتي تحيط بجامع النوري. اما بقيه المناطق ففيها اشتباك عباره عن مفارز وجيوب، اما ان تكون خطوط صد متكامله وقادره على ايقاف القطعات فالجواب لا. ولكن كما قلنا لا زال مبدا ضبط النار مطلوب على اعتبار انه وجود المدنيين والبنى التحتيه، فضلا عن انه عمليات الاستدراج التي تجري قد جاءت بنتيجه ايجابيه وهي عمليه دفع التنظيم للمشاغله والتعرض في مناطق بشكل او باخر تحسب لصالح قطاعاتنا. نعم. طيب قلت بان هناك حزام ناري من قبل مقاتلي التنظيم، طبعا المتوقع من داعش في هذه المعركة أن يقوم ربما بأي محاولات للتخبط للمقاومة، ما الذي تتطلبه المعركة عسكريا في هذه الحالة وبالنظر أيضا إلى المنطقة جغرافيا؟ قلت بأنه هي عبارة عن أزقة جدا ضيقة. هو بالحقيقة أيضا مبدأ ضبط النار لابد أن يبقى قائما، فضلا عن أنه لا توجد قدرة متابعة رد فعل التنظيم، لأنه التنظيم بالحقيقة يتحرك في بيئة فيها كثافة سكانية، فمسألة استفزاز التنظيم ودفعه إلى القيام بردود أفعال غير محسوبة قد تؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين. سيما أنه معظم المقاتلين الآن الذين يحيطون بجامع النوري هم بالأساس انتحاريين، ومعنى ذلك أنه التفجير قد يلحق خسائر كبيرة بالمدني. شكرا لك على هذه المداخلة معنا دكتور أحمد الشريفي الخبير العسكري، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من بغداد.